ذو يزن عبد الله النميري أبو سيف شاب لم يكمل العقد الثالث من عمره بعد، حتى امتلأت حناياه بحب الوطن والتضحية من أجله. مشاعره الوطنية حركت في وجدانه حب الثورة والجمهورية، فأبى إلا أن يشارك في التحضير لإحياء ذكرى ثورة 26 من سبتمبر وإيقاد شعلتها مع رفقائه. سنحتفل بها حتى نسمع العالم بأننا لن نرضى أبدا بظلم الإمام وظلم الميليشيات التي عادوها وعادوا إلى صنعاء جديد. سنعود بتحرير صنعاء جديد بثورة 26 سبتمبر الخالدة على مر التاريخ. شارك النميري بجهده وصوته في مهرجان الثورة. أما المسيرة التي أعقبت المهرجان فأعادت بذاكرته إلى وهج الثورة السلمية، وتلك المسيرات التي طالما قادها مع زملائه في ثورة فبراير العام 2011 في موريس. عرفنا أبو سيف أولا كرياضي وكمعلق شهير يعني في المنطقة، وعرفنا يعني أيضا ناشط في المسابقات الثقافية، وبعد ذلك عرفنا أيضا في الثورة الشبابية السلمية، يعني كان موجود في مرحلة من مراحلها في صنعاء برفقة عمه القيادي في جبهة موريس العقيد فضل النميري. كان ذو يزن من أوائل الشباب المنضمين إلى صف المقاومة، مشاركا في مختلف المعارك التي شهدتها جبهة موريس ضد الميليشيات الإنقلابية، حتى لقي ربه شهيدا صباح أمس. وأما أنتم التي تقصفون المنازل والبيوت والأطفال، يوم أمس طفلة في عمر 3 سنوات قتلت بقناص الحوثي، وهذه القرى في الجبهة الشرقية أكثر من 4 قرى أو 5 قرى تتعرض يوميا إلى القصف. ذو يزن النميري واحد من شباب كثيرين ناضلوا سلميا لأجل دولة حديثة يسودها النظام والقانون، لكنهم اليوم يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية بعد محاولات الارتداد عنها. نصر المسعدي، قناة سهيل، الضالع.